الأخوة ضباط وصف وجنود، اللواء الرابع حرس جمهوري. سعيد بزيارة اللواء الذي يمثل رمز من رموز وحدات الحرس الجمهوري، فتحية لأفراد الحرس الجمهوري وتحية لأفراد القوات المسلحة والأمن أينما وجدوا وفي كل أنحاء الوطن، والذي هما بالفعل صمام أمان الثورة والأمن والاستقرار. على الخدوشات التي حدثت خلال الأشهر المنصرمة من قبل العناصر الخارجة عن القانون والشرعية، ولكن تظل المؤسسة العسكرية هي صمام أمان الثورة والوحدة والحرية والديمقراطية والتنمية والأمن والاستقرار. تحية لكم أيها الضباط والصف والجنود في كل أرجاء الوطن. من هنا أحييكم من معسكر 48 أينما كنتم، على صمودكم وعلى عدم إصغاءكم للدعايات الكاذبة والحاقدة من قبل العناصر الخارجة عن القانون ومن قبل العصابات الذين يتطاولون على الوطن. أنتم أيها الضباط والصف الجنود الشرفاء في باب المندب، في أبين، في حضرموت، في شبوة، في لحج، في تعز، في الحديدة، في حجة، في صعطة، في مارب، في الجوف، في ذمار، في البيضة، في المهرة، أينما كنتم أيها الضباط وأيها الصف أيها الجنود في محافظة إب. نعم، لقد أفشلتم المخططات لأعداء الثورة والمرتدين والمرتزقة والمنهزمين وتجار الأسلحة، هزمتوهم بشجاعتكم وصمودكم على الرغم من أنهم تحولوا إلى عناصر تخريبية، فشلوا في كل مخططاتهم ودعاياتهم، ولن يبقى معهم إلا العبوات الناسفة الذين يتسللون بها عبر العملاء والمأجورون إلى بعض المعسكرات والقواعد ليضربوا ضباطنا وصف جنودنا ويتنكروا لكم أيها الضباط والصف والجنود البواسل، يتنكروا لكم أنهم كانوا رفاق، وفي حقيقة الأمر لن يعودوا رفاقكم الخارجين عن نظام القانون، ولكنها ميليشيات تلبس الملابس العسكرية وتحلق اللحاء وتتزين بملابس القوات المسلحة، يقطعون الطريق ويقتلون المواطنين ويمنعون الطلاب والطالبات من الذهاب إلى الجامعات والمدارس. هؤلاء دعاة التغيير. نعم، نحن مع التغيير، كل القوى الفاسدة، ونحن في رئاسة الدولة متعدين لأن نضحي من أجل الوطن، ولكن ستبقون أنتم، فأنتم موجودين حتى لو تخلينا على السلطة، فأنتم السلطة، أنتم السلطة، وأنتم صمام أمان الثورة في كل أنحاء الوطن، في كل أرجاء الوطن أنتم موجودين، وعندكم حصانة ومناعة من الدعايات الكاذبة والفارغة من عناصر المرتدة التي تحولون إلى قطاع طرق، ولو كان عندهم برنامج لما قطعوا الطرق، لما خرجوا من معسكراتهم ويحتمون بالمواطنين وبالمعتصمين. ومن هذا المكان أوجه لمن عليهم تسليم الجناح الضالعين في أحداث جامع دار الرئاسة وتسليمهم إلى النيابة العامة، عليهم أن يفهموا لن تذهب
دماءنا وشهداءنا ومعوقينا وجرحانا سدى، نحن لليوم نتعامل معهم ومع بعض من تبقى من ضباط وصف جنود مغرر بهم، نعتبرهم ضمن المؤسسة العسكرية، لن نقطع مرتباتهم ولا عتادهم ولا كل مستلزماتهم، على الرغم انهم يستلمون من اطراف اخرى، يستلمون من اماكن اخرى ويمدون ايديهم، ونحن نعرف وكثير من القوى السياسية تعرف من اين يستلمون ولماذا يستلمون. اليمن لن تنهار، اليمن متماسكة بجيشها وشعبها، وعليكم أن تستلمون وتعرفون الرسالة الوطنية من الشعب اليمني كل يوم جمعة في ميدان السبعين، في الميادين الأخرى، في كل المحافظات، استلمون رسالة الشعب سواء أنتم أم غيركم. هذا هو الشعب، وهذا هو الجيش، وهذا هو الأمن. أما الذي يخلوا يعملوا اختلالات أمنية فهم عناصر قلة قليلة شرذمة. لا نريد أن نتطرق إلى تاريخهم، لأننا أكبر وأسمى من أن نذكرهم ونذكر تاريخهم ونفتح ملفاتهم. ملفاتهم مملوءة بالخزى سواء كانوا عسكريين أو مدنيين، ونحذر من التكرار الاعتداء على المعسكرات في أرحب، ونقول لمن وراء الاعتداءات في أرحب على معسكرات القوات المسلحة سيكون القضاء قوي إذا تمادوا مرة أخرى إلى ضباطنا وجنودنا في منطقة أرحب، على وجه الخصوص في الصمع وفي فريجة، وكذلك في معسكر بيت دارة. كفاكم ما حصل في نه، كفاكم ما حصل في نقيل بن غيلان، يكفيكم. كفاكم ما حصل في الجوف، سيكون القضاء موجع. هذا هو الوطن، هذا هي سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر والثاني والعشرين من مايو، هذه هي رجالها. ولكننا حريصين كل الحرص على عدم إراقة الدم، وحتى اليوم ولا هذه اللحظة ونحن مانعين ومحذرين جنودنا وضباطنا ورجال الأمن البواسل في المقدمة، الأمن المركزي ورجال النجة، قلنا لهم امتنعوا من إطلاق النار حتى لو اعتدي عليكم مثل ما قد اعتدي عليكم، وقدمتم أكثر من 2000 شهيد، 2000 شهيد قدمتوها ظلما وعدوانا من قبل العناصر الحاقدة الخائنة المريضة المملوءة بالحقد الدثيل، وأفرغت ما في الجعبة خلال هذه الأيام وخلال الأشهر المنصرمة. تحية للمقاتلين من جنوب الوطن إلى شماله ومن شرقه إلى غربه، وتحية لأبناء الوطن الشجعان البواسل الذي لن يهتزوا على الإطلاق. أما الذي يهتزوا فقد رحلوا، رحلوا من صفوفنا، رحلوا من معسكراتنا، رحلوا من مؤسساتنا، رحلوا من سفاراتنا، رحلوا حتى لو لبسوا ملابس عسكرية رحلوا. فتحية لكم مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.